صفحة قاضي المشاهير على الانستغرام تتداول أخبار حصرية وتثير الجدل بمواضيعها ومنشوراتها كذلك. فحققت هذه الصفحة وهي قاضي المشاهير حققت نجاح بارز جدا، واستقطبت الملايين من المشاهدات وآلاف المتابعين عبر انستغرام فيسبوك وتويتر أيضا، بحيث استحصلت على إقبال كبير من الفنانين والصحفيين والناشطين وغيرهم، وأيضا تمكنت من إثارة الجدل بمواضيعها ومنشوراتها ونقدها. قاضي المشاهير هي مزيج من الإنسانية وكذلك الرفق بالحيوان والنقد الفني والتعليق على المشاهير، لذلك حظيت الصفحة بدعم كبير من المتابعين والأصدقاء، وشجعت مؤسسها على التركيز أكثر على هذه الصفحة وتطويرها أيضا، وأنه هو يصب شغفه واختصاصه ورأيه ووقته فيها. ساعدت هذه الصفحة على الدخول إلى أو ساعدت صاحبها على الدخول إلى عالم الفن والإعلام من باب الواسع واكتساب صداقات من الوسط أيضا. الحديث أكثر عن النشاط الواسع لهذه الصفحة والجدل حول بعض منشوراتها ينضم لنا عبر اتصال هاتفي من العاصمة الإماراتية أبوظبي نور عبدة، وهو مؤسس صفحة قاضي المشاهير. يسعد مساءك. وكل عام وانتم بألف خير يا رب. وانت بألف خير يا نور. اول شيء انا سعيده لانه انت ويانا اليوم، وقبل ما نتطرق لباقي حوارنا يمكن انا كانت عندي رغبه انك انت تكون مباشره ويانا، ولكن فريق الاعداد خبروني انه انت ما تحب انه تظهر تلفزيونيا. مع العلم انا شفت صورك وما شاء الله يعني جميل جدا، فشنو سبب رفضك على ظهورك بشكل واضح على التلفزيون تحديدا؟ والله انا يعني ان شاء الله بالفتره القادمه يعني حيكون لي ظهورات ولقاءات، واكيد حكون معكم. حتكون ويانا ان شاء الله اكيد، وحنا نتشرف اكيد نور بوجودك ويانا. يعني من اكثر الاشياء اللي لفتتني في الصفحه الخاصه بحضرتك انه انت تركز على حقوق الانسان وكذلك حقوق الحيوان وتهتم باخبار المشاهير، فقل لي شلون جمعت ما بين كل هالامور؟ والله انا بالبدايه كان هدفي هو الانسانيه. حلو. فالإنسانية بتشمل كتير مواضيع، يعني المواضيع الفنية هي ذات قضايا اجتماعية صورة للمجتمع. فالموضوع الإنساني بيتضمن الرفق بالحيوان، حقوق الإنسان، حقوق المرأة، مجالات الفنية بشكل عام. حلو. طيب انت اليوم يمكن اخبارك الفنيه نشوف منها الكثير تكون اخبار حصريه واخبار تنطلق للاول مره من صفحتك تحديدا، فحدثنا شلون تتحرى عن اخبارك الفنيه وشلون تحصل عليها، وشنو العلاقات او الصداقات القويه اللي تجمعك بالفنانين بحيث بعض اخبارهم تكون صادره من فقط من صفحتك الخاصه بك؟ هلا اول شيء انا عزيزتي يعني دائما باكد انه اي شيء بدي اتكلم عنه او انشر عنه اكون واثق من المصدر. حلو. فبيكون المصادر احيانا من الفنانين، من مواقع انا ضامن يعني مصداقيتها تماما. واحيانا مثل ما بيقولوا يعني ممكن اضرب فتاشه صغيره تبتدي تدور الصفحات يبتدي اثاره الشغب حواليها. حلو. طب انت هذه الاخبار اللي انت مثل ما قلت تحط فتيشه صغيره، شلون تتعامل وياها وشلون تبرر مثلا بعض الاحيان، وهل تضيف وجهه نظرك في بعض الاخبار او انت تنقل الخبر كما هو؟ انا بنقل الخبر كما هو، بحاول دائما اكون حيادي. حلو. بس في مواضيع بيكون الراي فيها واضح، يعني حتى يعني الحمد لله وصلت لمرحله مع ما بحب انا كلمه متابعين، مع اصدقائي بكل الصفحات صاروا يفهموا انا كل بوست او كل موضوع او كل شيء بدي احكي عنه ان اوريدي فاهمين انا رايي فيه، فبترك لهم احيانا حريه التعليق لهم وهن عارفين انا شو رايي في الموضوع. نعم، يعني أنت اليوم اسم الصفحة الخاصة بك هي قاضي المشاهير، لكن اليوم بأخبارك هل تنطقيها يعني قاضي حازم ويا الأخبار تكون، أو يعني لما تتبنى رأي معين تبقى متمسك به، أو أنت بعض الأحيان بعد ردود الأفعال اللي تشوفها تتعاطف مع صاحب الخبر اللي نشرته وممكن تغير الخطاب نوعا ما؟ أنا بتصدقي أنا دائما متعاطف مع الكل. حلو، يعني مو قاضي معصب، مو قاضي عصبي انت؟ لا. حلو. لا ابدا، اصلا القضاة بشكل عام ما لازم يكونوا عصبيين.
فعندي دائما عاطفة لجميع الاتجاهات اللي بحكي فيها. حلو. طيب اليوم يمكن نشوف احنا بعض الصفحات وحتى الصفحات الاشهر بالعالم العربي لابد بعض الاحيان انه يحبون يوصلون رسالة معينة فيروجون لبوستاتهم، اليوم هل تتبع هذا الطريق او انت لا يعني مستغني عن هذه الخاصية؟ خاصية الترويج؟ نعم. لا نهائيا. نهائيا ما تتبعها؟ لا لا نهائيا، الحمد لله. يعني التفاعل والصدى اللي بشوفه أكبر من أي ترويج. حلو حلو، هذا الشيء طبعا يشهد العالم العربي وكل من يتابع صفحاتك. أنا حابة أسألك سؤال، يمكن اليوم عن طريق قاضي المشاهير، منو أصبح الأقرب إليك من عالم الفن؟ ومنو الأشخاص اللي كونت صداقات وياهم وكان عندك توقع معين عنهم بعد ما تعرفت عليهم تغير هذا التوقع واكتشفت أنهم كانوا غير عن توقعاتك؟ والله في كتير، يعني عندك يعني من أقرب الشخصيات، أنا المشكلة ذكر الأسماء شوي ممكن أنسى شيء، يعني فرح التيسو من أقرب الناس لقلبي، ليلى سمور فنانة كثير أنا بحبها وصارت أخت وصديقة، عندك حلو. المطربة هويدا يوسف، ما بدي أنسى حدا، يعني في كثير يعني، وأنا كلهم بوجه لهم تحية واحترام وسلام كثير كبير. حلو أكيد، وإحنا أيضا نوجه لهم كل التحية وكل الحب. طيب اليوم يعني أعرف شنو اللي يربطك بالعالم الفن العراقي أو الفنانين العراقيين، من الأشخاص اللي تحب تركز على أخبارهم، ويمكن هل هناك أشخاص حاب أنه أنت بالمستقبل ممكن يعني تسلط الضوء على أخبارهم أكثر؟ من أهم نجوم العراق طبعا القيصر كاظم الساهر. أكيد طبعا. وانا بدي احكي شيء يعني لاول مره راح احكي فيه. انا شذى حدثون، بحب دائما مثل ما بيقولوا انكشف، بحب اتحكشة لانه هي كثير مثيره للجدل. وانا دائما بحب يعني الناس اللي حواليهم الاثاره، الجدل، الغموض. فشذى حدثون يعني بعتبره انه من الاشخاص اللي انا بحب دائما اتداول مواضيع. حلو اكيد، يمكن ايضا احنا نوجه تحيه لشذا، واحنا شفنا انه مؤخرا اخبارها كانت يعني متداوله كثير. طيب يمكن انت بلقاء صحفي سابق ذكرت انه قبل فتره فنانه قاضتك بسبب الاخبار اللي تداولتها عنها او امور اخرى، فيا ريت لو نعرف تفاصيل هذا الموضوع عنك اكثر، وهل صارت عليه بعض التحديثات او انه انتهى في وقته؟ لا الموضوع انتهى وانتهى ببلوك طبعا. تعرضت لتهديد، يعني انا ما بقدر اسمح حتى ما ادخل في مواضيع ثانيه، الموضوع انتهى خلاص. تعرضت لتهديد، يعني تهديد بتشويه سمعه، تهديد بتسكير صفحات، تهديد بالتبلي، يعني تبلى علي. فالموضوع انتهى، وانا اي مشكله يعني انسحابي بيكون هو اكبر رد. حلو. طب اليوم يمكن احنا شفنا انه الكثير من الفنانين العرب متابعين لصفحتك، فيا ريت لو نعرف ابرز النجوم اللي تابعوا صفحة قاضي المشاهير. راح اذكر ان شاء الله، بس ما انت اول شيء عندك من سوريا السيدة المسرح سامي الجزائري، امل عرفة الفنانة الكبيرة اكيد تحياتنا، حبيبة قلبي شكران مرتجى، مدام سحر فوزي، ليليا الأطرش، ما بدي انسى حدا من مصر، نجمة الجماهير نادية جندي، المطربة الكبيرة أصالة، سوري لطيفة، شيماء سيف، بدرية طلبة، نشوى مصطفى، حلو اكيد تحياتنا لهم جميعا. يعني اليوم انت داخل هذا الوسط وعندك الكثير من المحبين والكثير من الاصدقاء وعلاقات قويه تربطك بالنجوم، هل فكرت انه تخوض مجال ممكن التلفزيون كشخص او كبرنامج متخصص بهذه المواضيع، او ممكن مجال اليوتيوب كبرنامج ايضا متخصص بهذه المواضيع، ام انه انت تكتفي بقاضي المشاهير غير المرئي اللي من وراء الشاشه وتصدر احكامك وتصدر اخبارك وهكذا انت مكتفي بردات فعل الجمهور؟ والله يعني الصراحه جاني كثير عروض، بس يعني ما حسيت في شيء انه كثير شدني، ويعني انا اي عرض بيجيني فيه قيود برفضه.
حلو. طيب اليوم يمكن بعض الأخبار أو الأخبار بشكل عام سواء بعالم الإعلام أو حتى بمواقع التواصل الاجتماعي أحياناً تصيب وأحياناً تخيب، فهل تعرضت لهجوم أو نقد على بعض الأخبار واعتذرت عنها أنه كانت بعدين اكتشفت أنه هي أخبار غير صحيحة أو أنباء غير صحيحة؟ أي صارت معي مرة أو مرتين بعتقد، وفوراً بقدم اعتذار بشكل مباشر يعني. حلو. طيب اليوم يمكن احنا نشوف الكثير من الصفحات اللي مختصة بعالم المشاهير سواء كنقاد كأشخاص يعني يتداولون أخبار، يعني المنافسة اليوم كبيرة بهذا المجال، اليوم شنو يتميز قاضي المشاهير تحديدا؟ تطور تميز بعيد عن التجريح، يعني من الصفحات البعيدة عن التجريح، بعيد عن التنمر، بعيد عن انه يكون مع شخص ضد شخص. يمكن هذه نقطة جدا مهمة. أيوة، يعني موضوع التوازن. حلو. طيب اليوم إثارة الجدل أو هذه الأخبار النتشة مثل ما ذكرت أنت ببداية حديثنا هي الأساس على مواقع التواصل الاجتماعي، بعضها يكون صحيح وبعضها غير صحيح. أحيانا لما تشوف خبر وتعرف أنت متأكد أنه هذا الخبر لو تم نشره راح يحقق تفاعل كبير، بنفس الوقت أنت واثق أنه هذا الخبر غير صحيح، هل تخاطر وتنشره أم أنه أنت تتراجع عن أي أخبار تشعر أنها غير مؤكدة أو غير صحيحة؟ لا اكيد ما بنشر اي شيء، وعلى فكره في اخبار بتكون عندي موثوقه ومتاكد منها، بس ممكن نشرها يسبب ضررا، يعني اي ضرر ما ببتعد تماما عنه. حلو. وبتبقى في معلومات خاصه بالوسط ما بنقدر كل شيء نحكي عنه. أكيد طبعا. إحنا حابين نعرف أيضا يمكن بالختام عن خطتك القادمة بعام 2022، شنو اللي ناوي إليه كقاضي مشاهير؟ والله حاليا بال 2022 ان شاء الله باذن الله عم نشتغل على موقع يعني بتصور ان شاء الله حيكون من اقوى المواقع الفنيه بعالمنا العربي. حلو. اكيد احنا بدورنا تقريبا خلال شهر يعني بالكثير. حلو. احنا راح نبقى متابعين طبعا وياك نور تفاصيل هذا الموضوع، واحنا نشكرك لوجودك ويانا. شكرا لك ونتمنى لك كل التوفيق بكل مشاريعك القادمه. بشكركم كثير وانا سعيد وشرفت بهاللقاء معكم. واحنا ايضا تشرفنا بك، شكرا لوجودك ويانا. شكرا كثير. شكرا.